يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن من البحث في الكيفية من يجعل الله أو من يجعل لله عز وجل لوازم لبعض صفاته مثل الحركة، قالوا إنها لازمة لصفة النزول. والسؤال يا فضيلة الشيخ أن كثيرا من طلبة العلم يثبتون مثل هذه اللوازم كالحركة والشم وغير ذلك، فما هو التوجيه حفظكم الله؟ هذا قول على الله بغير علم. نقول ينزل ولا نقول أنه بحركة أو أنه يخلو منه العرش أو لا يخلو، ما نبحث في هذا، نقول ينزل على ما يشاء سبحانه كيف يشاء، لا نقول بحركة وانتقال أو غير ذلك، هذا من القول على الله بغير علم. نعم.